سبحان الذي أسرى، أسرى يعني مشي بالليل، مشي مش طار. في فرق بين مشى وسرى. إيه الفرق بينهم؟ إن مشي تتقال بالنهار، وسرى دي تتقال بالليل. الصباح يعني بنقول الصبح. أسرى يعني محير، فأسرى به من المسجد الحرام، يعني راح الكعبة. طيب. وبعدين راح الحته اللي بيبدا فيها الاحرام في الزمن الجاهلي يعني اللي بيسموه الجاهلي لانه برضه كلمه جاهلي. لحد الحته اللي زي دلوقتي اللي بنحكم فيها دي مش فاكر اسمها 12 كيلو الذي بنحن حوله. يقول لك لا ده المسجد الاقصى، اليهود الاقصى الجريح. طب امال ايه قبه الصخره؟ القبه دي مين عملها؟ الوليد بن عبد الملك بن مروان بن اميه السنه 62 هجريه. كساها من ذهب مش عمل. انا بنقل يعني اعتراض. بناها بناها. اوكي. الايه دي ايه مكيه. تمام. يعني لكان في مسجد بالمعنى الاصطلاحي الاسلامي لا هنا ولا هناك. هو الكلام عن مكان السجود. صحيح. مش اللي هو موسك، لا. مش المبنى. مفيش مبنى. تصور المسجد، تصور يخرج لحدود المدينه. عشان كده عمل الاول مسجد قباء ده له قبلتين. اللي هي ايه؟ خلينا ناحيه ايليا. ايليا. القدس ما كانش موجود، المفروض اللي هي القدس. اليهود بيوصفوا القدس في العبري زي ما انت بتوصف مكة بالعربي فبتقول البيت الحرام. هم يقولوا بيتها مقدس. اللي هو بيت المقدس برضه ساعات العربي بيقولوا البيت المقدس. فانت رحت واخد الكلمة العبرية وبتتخانق مع اليهود، ده هم هيجننوا مننا. انه ايه البشر دي؟ انت واخد كلمتنا ومالكش حاجة هنا أصلا. ولما فتحت هو عمر بن الخطاب راح استلم مدينة ايه؟ القدس. لا ليا وما صلاش عند الاقصى. هو صلى عشان ما كانش في مسجد الاقصى. ما بقول لك ده اتعمل بعد سنه 62. طيب فاحنا عايشين في التراوح. طب بعيدا عن النقطه دي، طب القضيه الفلسطينيه. طب القضيه الصراع الفلسطيني بكش. طب يعني الفلسطينيين لهم، الفلسطينيين لهم حق ولا طبعا لهم حق. اوكي. واليهود لهم حق. طب تصور. انا بقول لك اقفل ليه؟ لانه السيسي مفتوح. طب نفتح بقى. قال لي هو ليه هو مسكين ظابط. قلت له عشان دي المشكله الاكبر من الاخوان المسلمين. قال لي ازاي؟ صحيح. قلت له بعد كام شهر الهيصه دي هتخلص. واظن انت عندك تقارير بتقول لك، وانا عندي رؤيه بتقول لي ان الحكايه دي متحركه من بره مصر. نعم. هي خناقه بس احنا لازم نخلصها. الخليجيين بيساعدونا عشان دي معركتهم، هم خايفين على بلادهم. تمام صحيح. واحنا نقدر نتحمل خمس ست فجرات في اليوم، انما حاجه زي دبي دي مثلا تفجيرين يقفلوها خلاص. بالظبط. يجيبوا ضرافه. بالظبط. كده. بالظبط. وبالتالي واحنا علينا نقوم بالمهمه دي يعني، لانه الاخوان ظاهره مصريه مش هنقدر نقول كده. انما خلينا بقى في القضايا الاساسيه. ايوه. انا بقول له يعني طيب. انا شايف ان احنا اتلعب بينا احنا واليهود في الموضوع ده، واتضحت المساله غلط. وانا ما اقدرش اقول للناس كده فجاه. فعمل سنه كامله فيها 24 محاضره وغير الحاجات اللي عشان امشي واحده واحده مع الناس. انا ما بحبش اظلم. دي قناه من اليهود. ما انا هو يعني بتمهد. هي دي التشجيع.